قال لو قشطتكم من الرشاد ده ما بتقوم ليكم قايم. هم فاكرين دول مسكين ساكت، وانا متابع وكلمتهم قبل، قلت لهم لو قشطتكم من الرشاد دي تقوم لكم قايمة. الرشاد ده لو خبطتك منه ونزلتك السوق من المنبر ده ما بتقوم لك قايمة. هم عارفين الحكاية، وفعلا قالوا والله فعلا نزلت الزول بيزل من فيه ما بتقوم لك، وما بتقوم لك قايمة. انا متاكد جدا. وانت قشطتهم كثير من الرشاد، عدوك بس اثنين ثلاثة بس، مسألة الصحابة اتدمرت، بقيت لافي كده بس محل يمشي عطبر يمشي الحصعيصة. دقيقتين يتكلم في عنوان المحاضرة، يتكلم عمل له محاضرة اسمها ثلاثة في أربعة. ثلاثة في أربعة بكم؟ مش 12؟ 12 صفة، هوى متبع وشنو كذا إعجاب والذي رأي برأيه وشحا مطاع. تكلم في اثنين بس، بسم الله الرحمن الرحيم اثنين، او يتكلم في اثنين خليه البسملة. الباقي ده كله شنو؟ العصبجية. في عصبجية هنا في كم عصب؟ انت مالك خايف؟ هذه احنا لو في دجالين كتار هنا دي دارين ونهتدوا، انت مالك؟ والله زول غريب جدا. ما رقى هناك تعبته المسجد، الحلقة الاخيرة تاني بكرة شغلت التضايق. اتصلوا بي ناس من تلاميذي من خارج البلاد، خارج السودان ده، طبعا هو قاعد الكلام تقعيد وكذي وفي فقهيات. بعد ذاك تاني الحلقة الأخيرة تاني شغلة شنو؟ تضايقوا تاني يجي ما نازل ولا العصبجية ولوك إلى آخره. يا زول أصبر، هبرد ساي يا زول، تعبان ساي، ناس شغالة الله يتقبل، الله شغالين ويتنبز الله يتقبل.